لقيت شو الصلاحات الارضيه يوسف طاح بالبئر انبياء وقع لهم هذا موسى عليه السلام ما زين في اليم هذا خلق شي المرضيه يعني الى هبط شي واحد لداخل هاد التراكسات وهاد الشيء كله غيتحبس ديك المده كيضيع الوقت وكيقدر كي ما توفقش المره الاولى الاولاد اللي هبطوا والثاني والثالث خداو هاد الطريقه دابا باش يوصلوا للهدف اللي هو 12 المتر يوصلوا للريان كيفاش كتشوف انت هاد الكلام كأب هذا دابا نص ساعه ياك نص ساعه حنا نطيو على التدريب قدر يكون يعني يكون ربحنا القرار كله العائله يطلعوا ونصبحوا فرحانين ونشطين مريحين الناس اللي معانا عاو يريحوا السلطه الرياح والنتومه وكل شيء ودي ودي ونحطي من نعس غاشي غير ربع ساعه غير يرجع لي المجد الله يفرج عليك راني قريب نحمق امين لا 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 لحساب النعاس لحساب ماشي انا كنجهل ولا شي حاجه كنقول غير لحساب النعاس المهم المهم بالنسبه ل شوف بالنسبه ل معنا الاب ديال ريان عمليه الحفر راه وصلت درك 17 متر ونص بعد المجهود الكبير اللي كت اللي كيعملوه الالات اللي كتحفر كاينين اربعه مسؤول الشركه اللي سمحت لي كاين معنا الان هنا قال لنا 12 يمكن لك انت تستفسر 12 متر لا ديال الحفير لا لا 18 متر ولا عنده التلفازه شوف انا نهضروا بمصداقيه الناس راهم يعني عبروا قدامي درك راها 7 نتاع الصباح و 23 دقيقه ميم با واحد من الساعة باش عبروا لقاو 17 متر ونص الوغ البير عندنا فيه 32 متر نديرو عملية الحفر راها درك واصلة 18 متر الوغ بقات لنا 14 متر نتاع الحفار هاد 14 متر خصها واحد الوقت يعني طويل الاب ديالو والام ديالو ما قادينش يصبروا هاد المدة الزمنية يعني كاملة اللي جايه مستقبلا ومازال عاد غادي يحفروا هاد 14 متر ومازالين عاد يزيدوا يحفروا المسافه ما بين البلاصه اللي راه تحفر فيها الالات الحفر والبير يعني كاين واحد 3 متر باش يوصلوا لعند ريان تمام بالنسبه للاب ديال ريان والام ديالو راهم كيطالبوا السلطات المحليه باش ان شاء الله كاين واحد المبادره من طرف واحد الوليد يعني وهذه المساله هذه كتطلب واحد الشخص يكون يعني نحيف رقيق باش 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 تجي الامور سهله يوصل لعند ريان تماما كنتمناو من السلطات تلبي الطلب ديال الاب ديال ريان في اقرب وقت وغادي ندير واحد المبادره غادي نشوفوا نهضروا نعاودوا ناكدوها للسلطات المحليه المتطوع معنا حاضر الاب ديال ريان هو هذا الام ديالو كاينه غادي نتواصلوا مع السلطات المحليه نتمنوا من الله الخير تكون هذه المبادره هذه اللي هضرنا عليها ان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله صافي واجدي ها سير مشاهدينا الكرام معايا الاب كذلك السيد اللي هو على مقربة منه عندي معاه مجموعة من النقاط اللي بغيو الرأي العام أكثر في الموضوع شنو الحاجة الصعيبة اللي كتشوف دابا؟ الصعيبة اللي كتشوف دابا هي هو
واحد الدري غيهوش عنده واحد النقطة تساعد المكانة إلا جينا نديو على حساب اليوم قلتي ضرب حساب الله عمل لي حساب اليوم خاب أنا 20 كيلو راه كتجي يومين 24 ساعة آخر راه مبقاش مكيسكتش هو تشوف الله يحسن اللي عنده ولادو داخل ناعس اللي عنده ولادو تحت الأرض راه من الفرق وأنا ما نعرفش لما 11 سنة راه ما نعرفش الله يهديك بيسات إلا لا لا كي كتولي تهود انا ديجا درت واحد كان فات بيني وبين الزملاء اللي يهودو كان فات بيني وبين واحد الحوار وسولتهم ودرت معاهم حيت انا جبت انا كانت عندي يعني مبادره انني نهود شي على هذا الاساس بعدا اصلا الور فاش سولت قالوا لي اودي البير من فوق راه عرض كيبان عرض مي كي كتهود كتضرب مثلا واحد العشرين متر كيولي البير من تحت كيضياق فكيبقاش العرض يعني باش تزيد تكمل الهبطال عند ريان راه كتولي مستحيلة شبه مستحيلة تماما كتبقى إذا كانت النحافة والإنسان رقيق شي وليد بحال هكا نقول لك ميبا واحد 14 سنة ويكون عنده العقل كما نقولوا باش يقدر يجيب ريان يكون عنده واحد 14 سنة رقيق باش يقدر يوصل لعند ريان أما واحد مثلا أبطال كان يعني يكون جسمانية ديالو الله يظل مثلا كذا ما غاديش يقدر يوصل على ريان وحنا دروك راه حنا كنتابعو عبر تقنية الكاميرا راه في البير هي حاضرة مع ريان تقنية الكاميرا مزودة مصباح يعني راه مضوي بالنسبة كاين الأكسجين عند ريان بالنسبة للماكلة ولا بحال هكا ولا الماء ولا هادي يعني ما هما راهم ديجا قاموا بواحد المبادرة ديال أنهم ودوا له الماء وعطاوه الماكلة وما ياكلش وهادي وخونا ريان راه على قيد الحياة بإذن الله وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يفك هاد الجوز هذا إن شاء الله في القريب هذا شكرا لكم مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي اخر مستجدات في الموضوع المغاربه وخارج المغرب وكذلك مجموعه من الدول اخرى الشكايات وكيتوب الله عز وجل ان ريان تطلق ديار مشاهدينا الكرام ما زلنا في اي مكان سوف نكون دائما بالجديد مشاهدينا الكرام لا توصلنا اي خبر غادي نضعوه في الصوره غادي نخلي مصطفى يكمل داخل مستجدات اخرى فيما يخص اليات الحفر وفي وصلات لخطوات اخرى مع الشركه اللي هي تقنيه في الموضوع تفضل مصطفى